أولا إحنا من أول يوم ترأست في اللجنة الأولمبية وضعنا خطة لثمان سنين، خطة إعداد مشروع البطل الأولمبي، وهاي الخطة عملنا عليها وفق معايير عالمية حتى أنه نحقق الإنجاز من خلال ما وضعناه في هذه الخطة. عندنا مؤتمر خلال الفترة القادمة، يعني خلال الشهر، أقل الشهر، مؤتمر موسع للخبراء والأكاديميين حتى نسمع بأفكارهم. الرياضة كانت في سبات، لكن الآن احنا بنعمل على إعادة إنعاشها. أني دوري دا أعمل على وضع البنى التحتية لرياضة المستقبل، وسألتني على عمر عقيل باللجنة الأولمبية، أني أقدر أقول لك ممكن أسبوع وممكن سنة وممكن مو أكثر من سنة إذا حسيت نفسي فشلت. يعني أكثر واحد وأسرع واحد باتخاذ القرار في هيش موضوع هو أني. إذا حسيت نفسي أنه أنا أعمل مع فريق غير منسجم معي وما مكترث لاسم البلد ورياضة العراق، أني بعد مستحيل أقدر أنجز، راح أكون جزء من فريق فاشل. وأني الحمد لله والشكر ما جاي لي مصلحة شخصية، وإنما جاي لأجل بلدي. ولا في يوم من الأيام أتقاضى راتب، رئيس اللجنة الأولمبية لا يتقاضى راتب، ولا في يوم من الأيام راح أسمح للدائرة تصرف عليها تلك الطيارة. بكل سفراتي رحتها من أول يوم لليوم ولحد ما باقي على حسابي الشخصي، فما عندي شيء أنه أريد إليه، بس أحس أنه فريقي وتيمي اللي يعمل معايا من أجل إنعاش الرياضة العراقية مو جاد معي، أنا راح أسلم عليهم وغادر. لكن ما أغادر هيك، غادر وأوضح للرأي العام سبب الفشل ومن سبب لهذا الفشل. فأرجو من كل أخواني بالقيادات الرياضية أن يعملون الليل والنهار لأجل رياضة العراق ولأجل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.